السلام عليكم، اهلا وسهلا. شركه خلف فليسن السلمي كاربا للتجاره دهين انا مجوس غراب. هذا محل جمله كل بدات خواتي سيار جمله. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا عمنا؟ اهلا يا هلا والله. دهين انا ايدي سوق غراب في هذا عمي محل شركه السلمي كاربا ما سباكا. صحيح. طيب انت محل ايش فيه موجود؟ هذا كل ما يحتاجه المنزل عندنا. طال عمرك احط صوره هنا بالله. هذه الطبالين والشغلات هذه كلها، كل ما تحتاجها العماره موجود ومتوفر عندنا. اللمبات، السبكتات، عندنا مفاتيح. هذه المفاتيح احنا بناخذ من السوق، طبعا من الوكلاء، ناخذ افضل الانواع الموجوده، ضمانها 25 سنه. هذه المفاتيح افضل الموجود في السوق، احنا بنحاول نتحصل عليه سعر جمله، ارخص سعر تحصلونه عندنا. عندنا السبوتات موجوده، كل انواع اللمبات، الكشافات موجوده للاستراحات، للبناشر، للصور، صور فوق. حاولنا نوفر كل شيء في المحل بحيث انه الزبون يجي عندنا وما يخرج الا وكل حاجاته معه. اي شيء نوفر عندنا. بعد حقة السباكة من الألف إلى الياء كل شيء موجود. طيب هذا عنده موقع فين؟ الموقع في سوق غراب، شركة خلف السلمي، مكتوب اللوحة، اللوحة كبيرة لونها أسود، مكتوب عليها بالأحمر السلمي، شركة السلمي. احنا قبل المسجد في سوق غراب بكم محل، يعني موجود على اليمين، أول ما تخش جهة المسجد على اليمين. طيب هذا عنده محل في جدة، واحد فرع في ثاني فرع موجود؟ عندنا فرع حق سباكة في شارع بلادن موجود. موجود؟ ايوه. حق الكهرباء موجود عندنا هنا في سوق غراب. بس عند جدة في اثنين فرع. اثنين فرع، نعم. ما شاء الله. سعر كويس. جملة يعني ارخص سعر، حتلف المحلات كلها، احنا نسمح للزبون انه يروح يلف المحلات كلها وبيجي عندنا في الاخير، سعرنا افضل سعر. طيب دهين انا ركب فيديو يوتيوب. برضه زبون ممكن تسأل هذا بدا يبقى انا يبقى بيت، انت ودي بيت بدا ما في مشكلة؟ عندنا توصيل. يشتري الزبون طال عمرك يسوي لنا تحويل بالمبلغ، احنا نطلع الفاتوره ونسوي لها عرض السعر، وافق واعطانا الاوكي على طول باذن الله. بعد ما يحول الفلوس نوصل له، يعطينا اللوكيشن حق المحل واحنا نوصل البضاعه لعنده. اوكي، شكرا، حياك الله. طيب بالله شوف ايش في بدا شركات موجود. شركه سمنز على ضمان 25 سنه، شركه ام بي في نيو باور على ضمان 25 سنه. كل مفاتيح ضمان 25 سنه. طيب هذا مفتاح خربان، بعدين انت اعطي جديد ولا نفسه سوي جاهز؟ لا لا، على طول تجيب وتاخذ واحد ثاني جديد. ايوه، ما شاء الله تبارك الله. شوف يا اخي هذا زمان 25 سنه، لازم هنا يجي. هذا محل مره كويس، برضه سيار جمله. البضاعه اللي بعناها ما في شيء رجع منها، يعني شيء قليل مره يكون خطا مصنعي، يعني في الالف حبه يطلع لنا حبتين ثلاث حبات اللي خربان. طبعا يجي الزبون عندنا المحل. أيوة. من نفس المحل، ضمان محل، احنا نرجع للجديد، نوفر له جديد ونعطيه من لحظتها. ما شاء الله تبارك الله. برضو في سلك، هذا سلك في شركات، في شركه في 6. ايوه، وفي الفنار موجود، مصنع الضغط العالي والشمس، الكابلات مستودع، موجود المستودع، واحنا نوفر الكميات اللي يبغونها، احنا نوصلها في حالة انه من خارج المنطقة ممكن نوصلها حتى عن طريق مستودعنا، في كل الاغراض اللي يحتاجها المستهلك. زبون تصل فين كارت؟ اعطيني كارت. هذا الكارت. رقم ايش يا عمي؟ موجود هذا. طيب هذا محل هو، شوف هذا بدا كله طيبين، مفاتيح، كشافات، كله ما شاء الله سيار جملة. الحمد لله. اي شيء تاسيس تبغى هنا رقم واحد في سوق غراب تاسيس. شكرا. هلو مستر عرفان خان، كيف حالك؟ الحمد لله كويس. جود عرفان، مندوب المبيعات، هذا متخصص للشركات والمؤسسات. احنا هنا موجودين بالنسبه للاداره، هنا موجود حق الافراد، عندك اسف، وعندك طال عمرك فهد، وفي محمد موجود. محمد هذا السواق يودي الطلبات ويجيبها. ايوه، وكل شيء احنا برضه في نفرات، في مسودة، في طبعا في المستودع موجود هناك في افراد. ما شاء الله. حالة انه طلب الزبون نتصل على المستودع، المستودع يجيب لنا الطلبات اللي هنا، نعطيه اللوكيشن ويمشي. طيب مع الفاتورة. طيب في اخر شيء كلام زبون؟
الزبون باذن الله اذا جاء عندنا ما راح يندم، زي ما علمتك ممكن نعطيه فرصه انه يروح يدور في المحلات كلها، يسال في كل محلات البيع في جده كلها كامل، مو بس في سوق غراب، سواء هنا ولا في الجنوبيه ولا في مدينه البناء، عندنا هنا افضل الاسعار. اوكي شكرا يا عمي، حياك الله حبيبي. سوي زبون فيديو شو بعدين هو اكلم سوي خصم ويجي يقول عن طريق الفيديو عن طريق الدعايه عن طريقك باذن الله نسوي له تخفيض. اوكي سوي خصم خاص خصم. حاضر ما شاء الله شكرا.